today, but of course, there will be more coming, hopefully, on the road. There will be many more announcements, hopefully, during this week. But before I talk about Oman Sustainability Week, and before I forget, I would like to extend my sincere appreciation, first of all, of course, to the organizing committee. تعد جوائز أسبوع عمان للاستدامة أحد الجوائز المهمة في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات وأيضا الشركات الكبيرة في تقديم أفضل ما عندها من ناحية الاستدامة، الاستدامة في برامج العمل، الاستدامة بالنسبة لبيئة العمل، الاستدامة في استخدام وتطبيق أفضل المعايير العالمية. التقييم يكون عن طريق مؤسسة عالمية معترف فيها تستخدم أفضل المناهج العالمية في تقييم المؤسسات المحلية. أيضا من ضمن البرنامج طبعا إعطاء المؤسسات المتقدمة المتنافسة تقييم شامل وكامل بالنسبة لأدائهم فيما يتعلق بالاستدامة، يستفيدوا من هذا التقييم في تحسين بيئة العمل وفي تحسين أداء المؤسسة خلال السنوات المقبلة، ويتنافسوا طبعا للفوز بأفضل الجوائز بالنسبة للسنوات المقبلة. اليوم طبعا المشاركة كانت من المؤسسات الأكاديمية، كانت أيضا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبيرة سواء كانت من قطاع الطاقة أو من القطاعات الأخرى، البنوك أيضا شاركت في هذا العام. أتمنى للجميع كل التقدم والرقيب بإذن الله، وأتمنى إن شاء الله أن العام القادم نشوف شركات أكثر ومستويات أفضل بالنسبة للاستدامة في بيئة العمل والاستدامة في الحوكمة والاستدامة في تطبيق أفضل المعايير العالمية. شكرا.